لسه في العتبة ومكملين. دي بقى محلات الاكسسوارات اللي موجودة في حارة المزين. حارة المزين الحارة دي مليانة محلات بتبيع حاجات الاكسسوارات، السلاسل والعقدة والخرز والحاجات دي كلها، والحاجات اللي بتتركب دي، والميداليات، وكل الحاجات دي هتلاقوها هناك. الحاجات دي بتتباع بالجرامات، واكياس الخرز والحاجات دي اي كيس فيهم ب5 جنيه، وفي منهم حلقات برضو. وكيس الميداليات ده ب15 جنيه يا جماعة، فيه 50 ميدالية. شايفين العقدة والحاجات دي كلها بتتباع، العقدة على بعضه يعني على حسب سعره بقى. الشارع مليان محلات من دي، ومحلات خيوط، ومحلات ورد صناعي ونجيلة وحاجات زي كده كتير. بجد شارع ممتع جدا، والحاجة فيه رخيصة جدا. السلاسل كلها بتتباع بالمتر، بتبدأ من 3 جنيه المتر، ودي حاجة الجلود بتاعة الحظاظات بتاعة الولاد. دي شايفين زي ما انتوا شايفين كده أكياس الحلقات والمسامير، ودي الخرز بتاع شغل الاكسسوارات. المحلات هناك كتيرة جدا، وعندك اختيارات كتير قوي، بتنقي منهم اللي انت عايزاه واللي انت حباه. حاجات هناك بجد رهيبة يعني، شارع فظيع زي ما انتوا شايفين كده. دي حارة المزين يا جماعة في العتبة، بتدخلوها من عند درب البربرة من بره. الحاجات دي بتبقى بالجرام، الجرام ب30 قرش او ب20 قرش حاجة كده. دي العيون البلاستيك اللي احنا بنلزقها، ممكن تستخدميها في العربية.